وفقا لدراسه حديثه وجد الباحثون ان الذين لديهم رصيد اقل من المال يجدون السعاده في اشخاص اخرين من خلال مشاعر الحب والرحمه والعطف ولكن الاثرياء يجدون سعادتهم الخاصه في مزيد من الصفقات الشخصيه الذاتيه مثل الفخر والرضا ووجد الباحثون ان الافراد الاثرياء قد يجدون قدرا اكبر من الايجابيه في انجازاتهم الفرديه